في ذات السياق، أطلقت إحدى المصحات الخاصة بولاية قسنطينة في إطار التوأمة الجزائرية التركية مبادرة الفحص المجاني لمختلف أنواع الأمراض المستعصية والمعقدة بهدف تخفيف العبء عن المرضى، خصوصا فيما يتعلق بالعمليات الجراحية التي تكون خارج الوطن، على أن يستفيد المرضى من تخفيضات تصل إلى 30% من قيمة العمليات. التغطية لهرم بوحزام. أطباء أتراك وجزائريين سووا توأمة واطلاع على آخر التكنولوجيا في الأمراض المستعصية، مثلا في زراعة الكبد، زراعة النخاع العظمي، القرنية أو الشبكية، يعني تقريبا 600 أو 700 الآن، يعني واصل يعني حسابين راح يوصل العدد أكثر من 1000 فحص مجاني مع تخفيض على الفواتير فقط للأمراض المستعصية التي غير موجودة بالجزائر. نظمة مصحة بوكرو وبالشراكة مع الوكالة AF أكيول المتخصصة في نقل المرضى للعلاج في تركيا مئات الفحوصات المجانية لصالح مرضانا في مختلف ولايات الوطن في عدة تخصصات طبية مستعصية، على سبيل المثال زراعة الكبد، زراعة النخاع العظمي، زراعة الكلى وتخصصات أخرى. ثمن هذه المبادرة الرائعة اللي قامت بها مصحة بوكرو والمتمثلة في إجراء توأمة مع خبراء الأتراك اللي تمكننا ودرسنا حالات جد معقدة وحالات خاصة في الأورام السرطانية ما يتطلب تدخل جراحي من أجل نزع هذا الورم وتبديل ببعض الجراحات يعني المستعصية.